لكن في ريسك، في ريسك انه يصاب. يعني الاسره اللي عندها واحد اوتيزم ميبي ممكن او لا، يبقى ده هنعتبره ان وجود طفل عنده اوتيزم ان هذا يمثل عامل من عوامل المخاطره. It also not uncommon for parents or relative of a child with autism spectrum disorder to have minor problems with social or communication skills themselves. يعني مش عايزين بقى لما واحد يبقى مش اجتماعي قوي نقول ده عنده اوتيزم، لا مش شرط يعني خالص. Engage in certain behavior typical of the disorder. يعني مش عايزين نعمم واحد مش اجتماعي نقول ده عنده اوتيزم، ده طبعا كاني بشتمه يعني او بعمل له استجما. Other disorder children with certain medical condition. ولاد تانيين عندهم حاجات طبيه هيبقوا معرضين للاوتيزم اكتر من غيرهم، فده هيمثل ريسك اوف اوتيزم سبيكترم ديس اوردر اور اوتيزم لايك سيمبتومز. اكزامبلز انكلود مثلا اللي قلنا اللي كنا بنتكلم عليه من شويه، اللي قلنا عليه فراجايل اكس، ها فراجايل اكس سيندروم، ها ان انهيرتد ديس اوردر، ده اضطراب موروث يعني من الوراثه، ممكن يأثر على الانتلكشوال بروبلمز، ممكن يعمل مشكلات عقليه يعني في الذكاء يعني. ان ويتش بينج تيومرز، ربما ده يؤدي الى انه يحصل له تيومرز. تعرفين تيومرز يعني ايه؟ يعني الاورام، ممكن يحصل له اورام، ها ديفلوب ان ذا برين، ممكن لو جاله ورم في المخ يمكن ان يؤثر عليه ويبقى عنده اعراض زي الاوتيزم. حاله الريت سيندروم، والريت دي بتصاب بيها البنات يا اولاد، الريت سيندروم ده بيجي للبنات بس. بعدين اجيناتيك كونديشن اكورنج اولموست، فين؟ عند البنات بالظبط. حاله ريت دي بتيجي للبنات، يعني زي قلنا الاوتيزم يصاب فيه اربع صبيان مقابل بنت واحده، حالة الريت دي ما تجيش للبنات بس. which causes showing of head growth، يعني لما بيجي يكبروا intellectual disability and loss of purposeful hand use، وساعات عدم قدرة البنات استخدام ايد معينة. طبعا ما فيش علاقة الحقيقة الحكاية دي، يعني كانوا بيقولوا مثلا الليفت هاند دول مختلفين، لا ده بالعكس، احنا عارفين ان النص اللي بيسيطر على مخنا العكسي، يعني لو انا عندي النصف الايمن هو السائد يبقى انا هتصرف بايدي الشمال، ولو انا عندي النصف الليفت يبقى انا هتصرف بايدي اليمين، لكن ملهاش علاقه بالذكاء ابدا. عيال اذكياء جدا وعباقره وليفت هاند، ملهاش علاقه على الاطلاق. طيب هنتكلم على البيبيز اللي بنسميهم اكستريملي باترن بيبي، بريترم بيبي. البيبيز بورن الولاد اللي بيتولدوا قبل 26 اسبوع، دول برضو معرضين، ها معرضين هاف جريتر ريسك اوف اوتيزم سبيكترم، الولاد اللي بيتولدوا قبل 26 اسبوع. طب عمر الاباء والامهات، يعني دايما نقول الست تخلف حاجه و20 او 30 او كتير 35، اكتر من كده في خطوره على الولاد. زير ميني بي ا كونكشن، ربما يكون في ارتباط بين ولاده الاطفال تو اولدر بارنتس، الاب والام الكبار في السن، اند اوتيزم سبيكترم، بات مور ريتش از نيسيسري تو استابليش ذيس لينك، لكن محتاجين بحوث كتير تقول لنا انه في لينك ولا لا. لكن احنا لاحظنا ان بعض الناس الكبار في السن جيبوا اولاد عندهم اوتيزم. الكومبليكيشن التداعيات، يعني البروبلم والسوشيال انتراكشن، عندنا مشكله في السوشيال انتراكشن كوميونيكيشن بيهيفير اللي ممكن تقود لبروبلم في المدرسه، يبقى ده الكومبليكيشن ايه بقى بتاع كل الاسباب اللي احنا قلناها، الحاجات اللي قلناها في الاول اللي هي ايه الاعراض بقى كلها بتاثر على ايه، بتاثر على البروبلم في المدرسه وبتاثر على السكسسفول ليرنينج، ما بيقدرش يعمل تعليم كويس. بعد كده بيبقى عنده مشكلات بقى فين؟ في الشغل، لما بيكبر بقى عنده employment problems، بيبقى عنده مشكلات في الشغل، بيبقى عنده inability يعني عدم قدرة، inability يعني عدم قدرة to live independently، ما يقدرش يعيش مستقل، لازم يبقى في حد بيساعده، لازم يعني ما يقدرش يبقى مسؤول عن أسرة بعد كده ومسؤول عن حاجات. social isolation، بيبقى عنده شوية عزلة اجتماعية، بيبقى عنده stress within the family، بيبقى عنده إحساس بال victimization، إحساس بأنه ضحية and being bullied، وأنه الناس
بت بت بتبقى متنمره بيه. ها بوليد، واخدين بالكم يا اولاد؟ يبقى احنا دلوقتي لما بيكبر ها بيبقى عندهم inability to live independently، مش قادرين يعيشوا مستقلين، عندهم isolation social isolation، عندهم نوع من العزلة الاجتماعية، stress في الأسرة يعني متوترين، وعندهم victimization and being bullied يعني مهددين بأنه الولاد يتنمروا بيهم، البولينج، البولينج اللي هو ايه؟ التنمر. يبقى عندهم وصمة عار victimization، يعني عندهم وصمة عار ان هم عندهم اوتيزم، وفي نفس الوقت هم معرضين للبولينج، البولينج اللي هو حاله التنمر، وبالتالي هم فيكتمايزيشن، هم ضحايا للتنمر. يبقى هم قد يعني قد يصبحون ضحايا للتنمر. يبقى هم قد يصبحون ضحايا للتنمر، فيكتمايزيشن اند بينج بوليد، فيكتمايزيشن اند بينج بوليد، يعني هم يصبحون ضحايا لعملية التنمر. ازاي نمنع الكلام ده بقى؟ البريفنشن او الوقاية. There is no way، مفيش طريق يخلينا بريفنت اوتيزم سبيكترم ديسوردر. نقولها تاني، There is no way، There is no way to prevent اوتيزم سبيكترم ديسوردر. ما عنديش طريقة تخليني امنع الاوتيزم، لكن عندي treatment options، لكن عندي اختيارات للعلاج. early diagnosis يعني التشخيص المبكر and the intervention، التشخيص المبكر والتدخل المبكر اللي انا قلته قبل كده is most helpful، ده مساعد كويس قوي، and can improve behavior skills، وده ممكن يحسن السلوكيات السلوكيه and language development، وينمي اللغه. however intervention، وبالتالي التدخل is helpful، intervention is helpful، يعني قد يساعدنا كثيرا at any age، في اي عمر، وطبعا كل ما يبقى early يبقى كويس. though children usefully don't outgrow autism spectrum disorder symptoms they may learn to function well، ممكن جدا يتعلموا، ده depend on على درجة الاوتيزم اللي موجودة عندهم. مش هقدر ادخل طبعا في موضوع جديد لان الوقت بينتهي والبطارية تقريبا بتخلص. يعني ارجو انكم النصايح اللي بقولها، بليز استدي ايرلي، استدي افري داي 2 اورز بير داي بليز، عشان نقدر نحسن امبروفمنت في اللانجوج بتاعتنا، في الفوكابلرز بتاعتنا، في فهمنا، في قدرتنا على السماع اللغه الانجليزيه، وايضا في قدرتنا على الكتابه، في قدرتنا على الترجمه، في قدرتنا على الفهم، وده الاهم، انت هتقرا بحوث وهتفهمها. ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الله. خدوا بالكم إنه يوم الاثنين إن شاء الله هيكون عندنا امتحان، لو سمحتوا يعني، المفروض ده امتحان أعمال السنة اللي هنحط لكم فيه الدرجات، وإن شاء الله إحنا ما عندناش مشكلة حتى لو بدت الامتحانات، إحنا أونلاين أصلاً، فما عندناش مشكلة، هنظل لحد ما نخلص المطلوب مننا اللي وده طبعاً مش تعنت، لكنه رغبة شديدة من الأستاذ في الامبروفمنت اللي بيحصل لكم نتيجة تنوع الموضوعات اللي انتوا بتاخدوها بمشيئة الله. أشكركم وألقاكم على خير بمشيئة الله الأسبوع القادم إن شاء الله، وتحضروا للامتحان. كنت أطمع في محاضرتين لكن مش هينفع، هي في محاضرة ولما أرجع